طب يلا طب يا جدعان يلا بينا كده نشوف الحدث الجديد واللعيبه الجديده والحوارات الجديده اللي نزلت كده، وتعالوا نختصرها كده بسرعه، واللي مش عاملين لايك يعمل لنا لايك، واللي مش مشترك في القناه اشترك علشان نولع الكلام كده ونولع الحكايه. وانا قريب هنزل لكم فيديو الدفاع، والله كفايه كومنتات فيديو الدفاع، فيديو الدفاع ان شاء الله هنزله قريب، بس يلا بينا كده نتكلم في الموضوع على طول. هو من الاخر كده بيقول لك اعمل المهام دي، شايف المهام اللي مكتوبه دي اللي هو سجل 50 هدف في نمط، اكمل 30 تمريره حاسمه، والحوارات دي انت بتاخد قصادها لعيبه، لما بتخلصها بتاخد يعني فاهم حد من اللعيبه الاثنين دول اللي هم ما لهمش لازمه يعني. طب اكيد مش هندخل العيال دي في التشكيله بتاعتنا، مستحيل يعني، معروف فيفا يعني، معروف فيفا يوم ما تعمل لك حدث وتديك لعيبه مجانيه، هي دي اللعيبه المجانيه اللي هتديها لك، هو اديتهولك فعلا، هو اديتهولك فعلا. تعال نخش على درب الرياض بس كده، وعايزين نشوف كريستيانو ونيمار والحوارات دي كلها، انا قاعد ادور عليهم مش لاقيهم بصراحه، فاحنا هنشوف كده، هركز التركيز وارجع لك تاني. برده يا جدعان بالنسبه لدرب الرياض برده بيقول لك ايه، بيقول لك يعني اعمل المقايضات دي، ولما تعمل المقايضات دي برده هتاخد واحد من الثلاثه دول، تاخد واحد من الثلاثه دول، مش فاهم يعني، عارف اللي هو ايه، انا مش فاهم فين كريستيانو، فين نيمار، فينه هما، في الباكيجات طيب ولا فين، انا عايز افهم، ما فيش لسه، ادور عليهم وبرضه بحاول والله ادور وبحاول اشرح لك كده على السريع يعني. باختصار كده هو بيقول لك يعني ايه، اعمل اللعيبه دي لاعب رايفلز ب 80، لاعب مش عارف ايه زائد 80 تقريبا كده، الثلاث مقايضات زي بعض، فبشكل عام كده هو عايزك تعملهم وتاخد قصادهم لاعب برضه ملوش لازمه من اللعيبه دي، فهنشوف وهنشوف الدنيا ورب. هو ده درب الرياض وهو ده درب السوبر كلاسيكو، لحد دلوقتي مش شايف اي مهمات ولا شايف اي حاجه. تعالوا نفتح كده بس بتاع التعاقدات الغامضه ده يعني فاهم، نفتح التعاقدات الغامضه تمام، في لام. طب بصراحه ربنا يا جدعان انا قاعد ادور على نيمار وكريستيانو، انا مش لاقي حد، ولا حتى دورت في الباكيجات، دورت في كل حاجه مش عارف بيتجابوا ازاي يعني، انا كان نفسي حتى يكون في باكيجات ولا كده نفتح عليها بسرعه بالجواهر دي، وبيقولوا ان الحظ بيكون حلو وممكن تضرب معانا كده، ويدوا للعبيط كريستيانو ولا يدوا رونالدو ولا ايه، ما فيش ما فتحت ما لقيتش، فانا قاعد بدور عليهم كده مش لاقي، فاللي يلاقي تحت يكتب لنا في الكومنتات، انا كيوتيوبر مش لاقي بصراحه، انا كيوتيوبر والله كهادي والبابا وبتاع وحرات مش لاقي، فنخش نبص عليهم في السوق. طيب اهو يا جدعان يعني فاهم، في السوق كريستيانو اهو، في السوق كريستيانو، بيتجاب منين بقى؟ هيا فيفا بيتجاب منين؟ انا بصيت على الباكيجات كلها، بصيت على اللعبه كلها، قاعد بدور بقالي نص ساعه مفيش، مش لاقي مش عارف بيتجاب منين، والله مش ظاهر لي في اي باكيج، ولا ظاهر لي في اي حاجه. طب نيمار ولا اي حاجه، ولا ظاهر لي ولا اي شيء، والاثنين جامدين قوي، والاثنين ايه التحفه دي؟ ايه التحفه دي؟ ايه اللي فيفا منزلاه ده؟ طب يا جدعان وفي بالك وفي حوارات وفي قصه، انا مش لاقي والله العظيم، ربنا يا جدعان مش موجود في الباكيجات، والله دورت على الباكيجات للمره الثانيه برده مش موجود، انا مش لاقي ولا كريستيانو ولا نيمار ولا لاقي اي حاجه، ومش فاهم ايه الهطل اللي بيحصل ده، هو فالحين بس يحطهم كده من بره، مش فاهم، هما تقريبا نزلوا اللعيبه دي كاشكال من بره انما ما حدش هياخدهم. فالمهم احنا عايزين نخش بس نلعب ماتشات كده، بس نظبط التشكيله بتاعتنا ضايعه بسبب اللايف اللي انا بطلع فيه الساعه 10 على تيك توك يعني، فاللي مش بيجي لي فايته كتير. طب يا جدعان دي التشكيله اللي احنا هنلعب بيها، وما تقلقوش انا هفتح لكم باكيجات في الفيديو ده يعني، برده هنفتح مع بعض باكيج من الرايفلز كده، عارف اللي هو ايه، باكيج من الرايفلز كده اللي هو بتاع الاسبوع ده، فانا هفتح لكم دلوقتي باكيجين وهنلعب برده في الفيديو فاهم، وفاهم كل مباراه كده نلعبها نفتح قصادها باكيج ولا حاجه، يمكن يجي لنا صلاح ولا ارنولد ولا اي حد من اللعيبه الجديده دي. ادي اول واحد جالنا مين، باولو توريس، تاني واحد ديفري، يعني اول واحد جالي باولو توريس والتاني ديفري يعني الى حد ما ماشي شغالين. تعالوا بس كده نخش على طول كده مباراه، وبعد المباراه نفتح اتنين تاني وهكذا يعني فاهم، عشان نولع الحكه كده ونظبط الكلام. انا دلوقتي 1,061,000. طب الرجاله دخلنا ضد واد غريب كده اسمه غريب، انا مش عارف اقراه بصراحه، بس هو 1,004,000، وباين من طاقته ان هو شاري لعيبه ومطورها. هو التشكيله بتاعته زي ما قلنا فيها الفاريز وفيها بلينجهام وديبالا، وحاطط كل واحد كده على عدلة رجله الصح، فيا ربنا يستر كده من ديبالا، عشان ديبالا حلو في كل حاجه ما عدا رجله المقطوعه، بس هو ظابطها بصراحه. ماشي، اهي 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 اهي، اوف اتصدت، يا رب استر يا رب يا عم. ايه انت ناوي تعمل ايه يا باشا؟ اتعرض ولا ايه يا باشا؟ يا كبير يا كبير، ايه ده؟ دخلت ازاي دي يعني؟ إيه والحارس بيعمل ليك ليه بتنام عليها كده؟ ما تسيبها تدخل وخلاص، انا مش فاهم ايه ده؟ ايه ايه ده؟ دي كرة تخش، دي كرة تخش يا اونانا يا جينيولا، اوف عاش عاش، حلوة دي حلوة دي حلوة، رأسية من جينيولا جامدة فشخ، عاش. الشوط الاولاني بينتهي بواحد واحد، هدف من جينيولا وهدف تاني كده مش عارف جه من مين، بس حلو. يلا ماشي، يلا 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 يا استاذ، على الرايق على الرايق على الرايق على الرايق على الرايق جينيول، على الرايق جينيول، على الرايق جينيولا كده، ايوه كده على الرايق، شفتوا الروقان؟ اللي مش عاملين لايك يعمل لنا لايك يا جدعان، والنبي يا جدعان اللايكايه كده على الرايق. طب يا جدعان تنتهي المباراه الاولى ب 2-1 بفوز ساحق لينا يعني، تعالوا نشوف كده خدنا كام كاس، ونفتح بعديها باكيجات من اللي هي الباكيجات الحلوه بتاعت الابطال دي، يا رب يجي لنا ارنولد ولا اي حد من الجدار. يا جدعان خدنا 7000 كاس،
يلا تعالوا برضو نفتح باكيجين ونخلي واحد بس كده بعد المباراة الأخيرة. يلا بينا كده نفتح باكيجين ويا رب بس يجي لنا منهم حد حلو ولطيف أو حد حاجة يا رب. أسطور مين؟ مين ده؟ 83 أعلى واحد في الباكيج والتاني برضو 83. طب يا جدعان الطقم ده أنا جربته تماما من عند الأفريقي، الطقم ده جامد طرش قوي كده، بصوا شايفين الجمدان بتاعه كده لونه حلو في الملعب ورايق من عند الأفريقي، طرش الطرش. هنخش نلعب بيه مباراة كاملة كده وننزلها كاملة زي ما هي ونولع بيها الكلام وإن شاء الله بس ترسي على خير. دلوقتي احنا 955 على السيلفر، مليون وكام يا رب، ربنا بس نستر كده ونخش ضد حد رايق. داخلين ضد واد مليون 78، ماشي. أوه كريستيانو رونالدو وميسي ورودريجو وفينيسيوس جونيور وبلينجهام، إيه تشكيلة الرعب دي يا جدعان؟ احنا داخلين ضد أسامي كبيرة، اسامي كبيره بس لعيبه بيزك، يعني هل اللعيبه بتاعتي هتقدم معاهم ولا النظام ما نعرفش. هنشوف انا هنزل المباراه دي كامله، احنا هننزل المباراه دي كامله تمام. وشكل الواد لعيب وشكل الواد رايق قوي ان هو مختار لعيبه زي كارفاخال وبيطير وحوارات، اوعى. لكن الكامافينج روديجير بيحاول يستوعب. يلا على الرايق على الرايق، يلا يا جنيول. ايه حاسس الماتش هيبقى صعب قوي يا جدعان والله، بس يعني كان نفسي اخش بالطقم الطقم الافريقي بس جابوا لنا الطقم الابيض التاني عشان الطقم الافريقي ده كان شكله رايق قوي، بس يعني الى حد ما اللبس ابيض واسود كده الاتنين شكلهم حلوين مع بعض. يلا ماشي عاشا دياب والله، شفت الباصه اللي انا باصتها دي. يلا اوف يخرب بيتك يا جاده، وقفت كده ورحت شايت لما لقيته في وشي. على الرايق بقى والنبي على الرايق يا اسطى، والنبي على الرايق. ماشي خلي بالك عشان ده الدون، ايوه الدون على نفسه، ما نخافش من الدون، احنا ما نخافش من الدون. اوف جعيده، ماشي برضه انا عمال اشوط شوطات كده يعني فاهم. ايه يا جدعان اللاك على الرايق، نستر استر ماشي بحاول. طب ايه نقفل يا كامافينج، قفل على رودريجو. المشكلة أي رفعة للدون أكيد بهدف عشان ده دون. النبي يا روديجير بلاش عك يا أخي، أوف اتظرفت زرفالنا أرتو بنت كلب. ماشي نحاول نركز أكتر، ونشوف الدنيا كده هترسي على إيه. يلا على الرايق، والله العظيم عملت مهارة مع على أساس إن بلانك يخش. طيب مش فاهم. أيوة بلا كريستيانو رونالدو بلا بتاع، ما نخافش إحنا ما نخافش من أي حد. يلا كامافينجا نبي، يلا يا اسطى على الرايق، ادي لا تري، ادي لنيدفيد، ندي لجدو، جدو يدي لجينيولا، جينيولا. طب كنت عايز اكمل بيها بس الشوط الاولاني انتهى ب1-0 تمام بهدف صح كلينا من بلينجهام، ترشلنا طرشه كده يعني فاهم تغضب يعني فاهم. هي حلو هدف، الهدف الواد اللي جابه حلو بصراحه، بصراحه ربنا هدف اللي جابه الواد حلو جامد قوي تمام، بس احنا ما بنخافش، تعالوا نعمل هجوم يا جدعان، ما احنا كده كده خلاص فاهم. هي معروفه نخسر، نكسب ماتش ونخسر ماتش خلاص، انا ثبت على الحوار ده. ايوه ايه يا اسطى، ما انا يا لهوي يا جدعان، لو كانت اتشاتت كانت اتشمعت والله. يلا عشان ده مالديني كالو والله العظيم، قال له ولا كريستيانو ولا بتاع، كالو مش هلعب مع الواد ده عرضيات بصراحه، حاسه شاري تشكيله رايقه، حاسه بيلعب بروقان، مش عايز ابوظه له. اوف ليه طيب، ليه طب انا كده ممكن العب عرضيات ليه؟ طب اللعبه بتعمل معايا كده ليه؟ طيب ما الار دي تيجي والله من يا توريه يا جدعان. وبعدين بقى ايوه كده انا تعبت اقسم بالله، بعاني في التصنيف وبعاني في كل حته وبعاني في اللايف مع الشباب في ناس كتير يعني، انا بعاني، انا مش عايز اتكلم والله، مش عايز اتكلم. انا ممكن افتح باكيجات بس معيش فلوس افتح باكيجات والله، ماشي على الرايق على الرايق. هنفتح الباكيج الاخير بعد ما نخلص هنفتح الباكيج الاخير ان شاء الله، يجي لنا صلاح بتفوا على قبري، لو جالنا مش هيجي هو هو هيرمي صلاح، حد يدفع على قبري ازعلكم والله على الرايق. أستر ماشي. ايه ده شو هالعبس، اخوي عبس دوناوي ده ولا ايه؟ عبس بقى عشان كريستيانو رونالدو كده ولا ايه النظام؟ يلا بينا
يلا بينا على الرايق، على الرايق كده، يلا. طب ايه، طب ما انا اكيد مش هفضل في نص ملعبي عشان الاقي الكرة طارت. ايوه، ياه، كان نفسي تعدي، كان نفسي، كان نفسي تعدي والله بالمهارة دي. طب ايه، قفل، نقفل اخويا، انا خايف والله الواد يعني بقى فاهم، يحبط امالي ويروح رافع عرضية فشخنا بيها. ايوه، على الرايق، بلا فينيسيوس جونيور بلا بتاع، ولا نخاف من فينيسيوس جونيور، ولا نخاف من الظاهرة، ولا من رونالدو، ولا من اي حد. يا لهوي، جعيدة تعب قوي، جعيدة تعب قوي يا جدعان. ديابي، يا ديابي بالله عليك ما تقفش كده تستنى الكرة يا دياب، اي هجمة علينا هتيجي هدف دلوقتي، فبالله عليك اتقل كده. اخر دقيقة، اخر دقيقة والهجمة لينا احنا، اخر دقيقة والهجمة لينا احنا. خبطوا، خبطوا في البتاع ده، هو خبطوا، انا مش عايز اعمل اي حاجات عشان الناس بتزعل من، خبطوا في البتاع فراح شاط الكوره بالشكل ده، ضيع علينا نفوس، بس الحمد لله ان احنا كده جبنا التعادل. تعال نفتح الباكج الاخير كده ونقفل الفيديو على كده، بس يعني انا حرام والله، والله العظيم اقسم بالله لعب لعب حلو، والله لعب لعب حلو، والواد تشكيلته رايقه يعني، احب اوجه له تحيه من هنا، انا مش فاكر كان اسمه ايه، بس احب اوجه له تحيه هنا، لو كان من هولندا ولا من اسبانيا الله اعلم بقى بيلعبنا من اي حته، بس باكج حلو والله. بينا كده نفتح الباكج الاخير، صلاح، هو صلاح اللي هيجي دلوقتي. يلا بص صلاح، بص صلاح، احا، تمام يا جدعان، نقفل على كده ونتقابل تاني بعدين. سلام عليكم.